أولى قوافل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمحافظة سوهاج، ومن داخل قرية أولاد عليو انطلقت القافلة التي جمعت العديد من مؤسسات المجتمع المدني أعضاء التحالف، كمؤسسة حياة كريمة وبهية، ومؤسسة أبو العنين للنشاط الاجتماعي والخيري وغيرهم من المؤسسات، حيث قدمت مؤسسة أبو العنين كميات كبيرة من علب حلوى المولد النبوي الشريف وشنط مدرسية تحتوي على مجموعة كبيرة من الأدوات الدراسية التي أسعدت المواطنين والأطفال. كنا بنتكلم على المبادرة النهاردة، لا أنا بتكلم لكل مؤسسات العمل المدني وكل الجمعيات في مصر. الحقيقة في الفترة اللي فاتت في بشكل دائم ما فيش يوم بيعدي علينا هنا من غير مبادرة من مؤسسات المجتمع المدني اللي بجد بيحسسنا ان في مجتمع مدني في مصر قوي بجد ويعتمد عليه. دي خطوة عظيمة مطلوبة، وخاصة في الفترة اللي احنا فيها اللي تهم بلدنا العظيمة مصر، ان يكون في رابطة ما بين رجال الأعمال وبين المحتاجين، ما بين المؤسسات الخيرية اللي سيادة الرئيس مشكورا جعل ليها عام المنظمات الأهلية وهكذا عام 2022، ان احنا اللي نيجي لحد المحتاجين. لذلك تحت توجيهات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي التحالف الوطني التنموي تم الاتفاق على الاتصال بالمحافظين، وابتدينا بمحافظة سوهاج لاختيار اشد القرى فقرا. النهارده احنا بصدد اكبر قافله شامله واول قافله شامله من نوعها بالتعاون مع التحالف الوطني ومؤسسات المجتمع الخيري والمدني على المستوى الجمهوري. اكبر مجموعه مؤسسات مجتمع مدني بالتشارك مع مؤسسه حياه كريمه تم تكوين تحالف وطني، وكان لي اول مبادره او اول قافله شامله دي كانت بخصوص اليوم العالمي لمكافحه الفقر. التحالف الوطني قام باطلاق اول قافله في محافظه سوهاج، وبعديها ان شاء الله هيكون في محافظات كتير. النهاردة القافلة كانت في محافظة سوهاج في قرية أولاد عليو، وكان دور مؤسسة أبو العنين في التحالف إن احنا قمنا بتوزيع حلوى المولد بمناسبة المولد النبوي الشريف، وقمنا بتوزيع شنط مدرسية جواها أدوات المدرسية للطلبة والأسر الأولى بالرعاية. كما اشتملت القافلة على العديد من الخدمات الطبية والكشف المبكر والتوعية بالأمراض والصحة الإنجابية للمرأة، وخدمات تنظيم الأسرة للسيدات والفتيات بالمدارس الإعدادية والثانوية، وأيضا توزيع بعض المواد الغذائية. النهاردة احنا موجودين بقافلة طبية للكشف على 450 مستفيد. النهاردة الحمد لله كنا موجودين بست تخصصات: رمد، بطنة، عظام، نساء، جلدية، أطفال. بنقدم الخدمة الطبية بشكل مجاني من أول الكشف، العلاج، العمليات. مهمتنا ان احنا بنحاول نلف مصر كلها علشان نوعي اكبر عدد ممكن من السيدات بضروره الكشف المبكر عن مرض سرطان الثدي. لقينا انه الكشف المبكر بيوصل نسب الشفاء يمكن لاكثر من 98%، فكان ضروري ان احنا نوصل لكل ست في مكانها، في قريه، في مركز، في جامعه، في كنيسه، في مدرسه، اي مكان، علشان نقول لها ارجوكي مجرد ما تتمي ال40 تعملي الفحص المبكر مره سنويا، ولو في تاريخ وراثي في العيله بنعمل ده من 35. كما ضمت القافله العديد من محاضرات التوعيه بالمسلم الصغير بالمدارس الابتدائية، وجلسات حوارية للتعريف بالصناديق الادخارية مع السيدات والتمكين الاقتصادي والمشاريع الصغيرة، إلى جانب القوافل البيطرية والزراعية للمربين والفلاحين. بنوعي الستات بطريقة جديدة ومختلفة، يعني ليها باعة، يعني كيرف فيها اسمها منهجية الادخار والإقراض الكلاسيكي. بنعلم الستات منهجية كده بسيطة شبه الجمعية، بس حاجة ممنهجة، بيحوشوا فيها ازاي يقدروا يحوشوا وازاي يقدروا من تحويشهم يقترضوا، وكمان ازاي يعملوا مشروعات تزود من دخلهم. الحمد لله النهاردة احنا بنقدم مشروعات تمكين اقتصادي للأسر الأكثر احتياجاً، سواء كان مشروع عايز ينميه أو مشروع أكشاك. القافلة لاقت إقبال وترحيب كبير من المواطنين الذين وجهوا الشكر للتحالف والمؤسسات المشاركة على هذا المجهود الرائع، وتمنوا تكرار تلك القوافل، خاصة مع احتياج البعض منهم لمثل تلك المبادرات الهامة. كل عام وانتم بخير، وادعينا لكم بخير ان شاء الله، ومصر بخير كل عام. بقول يعيش الريس، وكل سنه وانتم طيبين. النهارده فرحتوا عيالني. كل سنه وطيبين ان شاء الله، يا رب يجعلها دايما. كل سنه وهو طيبين، وفيهم شر العيب شر ابو يعليكم. كان زي ما انت شايف هنا الكشف مجانا والعلاج مجانا، فالحمد لله يعني مراعينا شويه برضك. من شهرين ثلاثه برضك جت قافله طبيه برضك ثاني هنا برضك. تمام، نشكر سياده الريس احنا على المجهودات اللي بيعملها، حياه كريمه فعلا يعني بجد والله.